حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك جراء استمرار إغلاق المعابر، وذلك بعد سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح واحتلاله وإغلاقه بالكامل. وقالت الجمعية إن استمرار إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي القطاع برمته، ومنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والدواء والوقود بشكل كامل ينذر بكارثة إنسانية وصحية وشيكة، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وخاصة معبر رفح.